تحدث مواطن عن عدم اكتراث القائمين على العتبة العلوية لحال امرأة كبيرة مسنة ومريضة بعد رفضهم مساعدتها بعد أن تركتها ابنتها للأسف قرب مرقد الإمام علي رضي الله عنه لتأدية الحج. ونشطون أبدوا استغرابهم ممن يدعي التدين من القائمين على العتبة. نتابع. بنتها رايحة للحج وكذا، وباقي هاي المرة صار لها أسبوعين، واليوم الأسبوع الثالث قرب حرم أمير المؤمنين بالسياج ملاصقة. طرقت كل الأبواب على مود ينطونها ورقة وتروح لدار العجزة والمسنين بالنجف، ودخلت على كذا شخصية بالحرم المقدس، ولكن ماكو أي استجابة. يوم الخميس بعد ما عثرت عليها دخلت على أبو القانونية وحكيت وياه، وقلت له هذه مرة كبيرة عمرها يتجاوز 70 سنة ونيف، رجلها اليمنى مقطوعة وبها سكر، وين الإنسانية بالموضوع يا رجل؟ عد ما تبقى مشمورة بالشارع. فقال لي على أساس أنه راح يسوي الإجراءات وراح يسوي الورقة وراح يدسها. ورجعت عليها مرة لأخ وقلت له، قلت له أهل الرحم ماخذينها للرعاية، والرعاية قالوا لها بس جيبي لنا ورقة أنه أحد يتبنات، وخصوصا العتبة العلوية مطببك حتى لو بالثنتين ومش بريال. رجعت الكربلاء وانا مطمئن انه يقومون بكل واجبها، واتصلت بيوم الخميس بالامين العام بالعتبه العلويه وطمني، قال لي دكتور خلص ما يكون خاطرك الا طيب، موضوعها تمام يمي. اتفاجئ لحد البارحه الجمعه ماكو اي حل. اليوم جينا الصبح واذا بالمره على حطيتها لا قرصه خبز ولا لقمه تمن ولا بطل مي ولا واحد واصله ولا واحد قال السلام عليكم.